وصلنا لمحطتنا الأخيرة ورح نحكي فيها عن موضوع الحساب الذهني وتوجه العديد من الطلاب والأهالي للاهتمام بهذا الموضوع والانتساب إلى المراكز والمؤسسات يلي بتعلم إتقان الحساب الذهني. ولاحظنا الفروقات الفردية بين الأطفال لتعلم هي المهارة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا أكيد نرحب بالمدربة نسرين حسن نقور، معتمدة من مؤسسة علمني العالمية الرائدة بمجال التدريب وتنمية المهارات العقلية والفكرية. وأكيد بيسعدنا أيضا نرحب بالطفل أميرة قطان وهو يلي نال لقب بطل الجمهورية العربية السورية بحصوله على المركز الأول بحل مكعب الروبيك ب 49 ثانية. يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير بداية. صباح الخير مسرين، أهلا وسهلا فيك أمير، كيفك؟ مبروك. بالبداية ست نسرين خلينا نحكي أكثر، شو هو الحساب الذهني وأهمية إدخاله يعني أو يكون ثقافة بين الأطفال وأسلوب تدريسي وتعليمي متبع ليمكن تقوية العلم عند الأطفال؟ تمام، بداية اسمحوا لي أتشكركم على الاستضافة الحلوة. إذا بدنا نعرف نحن الحساب الذهني أو مفهوم الحساب الذهني أو ما هو الحساب الذهني، الحساب الذهني هو مهارة عقلية أو رياضة عقلية يقوم بها دماغ البشري دون استخدام أي وسيلة، يعني ما بيستخدم قلم، ورقة، جهاز إلكتروني، بدون استخدام أي وسيلة، فقط الدماغ البشري من خلال قدرات الذهنية فقط. هو تنمية ذكاءات، ذكاءات بصرية، حركية، سمعية، وصولاً للذكاء الفراغي اللي هو فينا نسميه هو أعلى مستوى بذكاء، هو ذكاء الخيال، يعني اللي نحن أكيد هو أساس المهارة عندنا بالحساب الذهني. ننتقل لليلى عند أميرة. صباح الخير أمير. صباح النور. كيفك؟ بدنا نحكي عن الحساب الذهني، من أيمت أنت يعني شاطر بموضوع الحساب الذهني؟ وعرفنا انه انت اخذت لقب بطل الجمهوريه، من اي متى بلشت بموضوع الحساب الذهني؟ انا من عمر 6 سنين. قد ايه عمرك هلا؟ انا 8. ان شاء الله العمر كله. امير خلينا نشوف، اعطيني الشهاده لنفرجيها للناس. اوكي تفضل. هي شهاده امير للمشاركه بمسابقات علمني 2021، اخذها عن التميز والتفوق. هي عم نشوف الشهاده وايضا في درع هون. تمام، هذا الدرع بحصوله على المركز الاول امير. هذا الموضوع كان قريبا مكتوب عليه. تمام. هلا مسابقات السنه الشهر السابع. تمام. اوكي هون، وهذا الدرع. اول شيء مبروك. قد ايه مبسوط انه هيك اخذت درع واخذت شهاده بزمن يعني قليل، ما كثير تعتبر. تمام. صار لك زمان. قد ايه مبسوط؟ ايه كثير مبسوط. طيب ايوه خلينا نحكي امير، اي واحد كله المكعبات يعتبروا الروبيك؟ ايه هدول كلهم الروبيك بس غير اشكال. احكي لنا عنه شو بيفرقوا؟ مثل هاد. فينا فرجينا يا هيك حكي الكاميرا. يلا فرجي للمشاهدين. ها هذا شو؟ هن كمان كل واحد له خوارزميات، في خوارزميات كثيره وفي خوارزميات قصيره. وفي كمان حالات شاذة، هذا بس يطلع بعقل واحد، بعقل ولد عن شويه سرعه، بس انا قدرت اتخطاهم بالمسابقه هنيك. برافو عليك. طيب انا اذا عبالي انك تعلمني هلا كيف بدي ركب المكعب، بقدر تقدر تعلمني ولا لا؟ هي ممارسات، هي سنه عن سنه تعلمتها هيك لحالك؟ لا انا كيف؟ انا مدربه الانسه نسرين نقور هي علمتني شلون اعمل. هي بتعطيك خطوط وانت بتصير على الممارسه بالبيت. طب زبط لنا هذا هذا اصغر واحد هلا. طيب احكي لنا شو عم تعمل هيك بهي السرعة؟ فيني شتتك أنا؟ أنت وعم تطلع فيني وفيك تعمله. واو بيت، برافو برافو أمير، واصل لمهارة عالية أمير من التدريب المستمر. برافو يا أمير. مرقت 49 ثانية هلا ولا أقل؟ لا أقل بكثير، لأنه هذا صغير. تمام. اللي أخذ فيه أخذ المكعب الروبيك. أوكي مكعب الروبيك هذا. تمام. طب خلينا ننتقل لعندك نسرين، خلينا نعرف
كنا عم نسأله لأمير شو بيفرقوا عن بعضهم. خلينا نعرف أنواع الحساب الذهني من حضرتك أكثر. هلق الحساب الذهني له عدة أنواع، فينا نذكر منه الهوائي والغباري. الهوائي هو نحن بيوصل الطفل لمهارة الخيال بدون استخدام أي وسيلة، فقط مهارة خيال، قادر يتخيل أي رقم فينا نحن نعطيه للطفل، قادر فقط بعقله بقدراته الذهنية يعطينا الأجوبة. ما بتهمنا نحن الوقت إذا كان طويل قصير، ما بيهمنا، لأن نحن تمام بيهمنا جواب بداية، الجواب الصحيح بعدين بنوصل للمهارة العالية. يعني إجباري على التدريب بده يوصل للمهارة العالية. عندنا نوع ثاني هو الغباري. الغباري هي نحن عم نستخدم وسيلة هي الأباكوس، صارت معروفة كثير للعالم، هي المعداد الأباكوس الأصابع. يعني قديش نحن بنخبر الأطفال إنه نحن معك أصابع سحرية، يعني أنت خلال هالعشر تفضلي نكمل أكيد تفضلي ايه. معنا عشر أصابع، هالأصابع قديش أنت قادر توصل معهم، يعني في أرقام كتير عالية، ملايين أرقام دلشة، تخيلي نحن قادر عن طريق أصابع سحرية يعطينا النتائج. طيب خليني نحكي، أنا عندي طفل بأي عمر فيني أنا خلي يتعلم الحساب الذهني؟ وأول ما يفوت الطفل يمكن لعندكم لينضم لعلمني، شو هي الخطوط الأساسية؟ شو هي الحالات الشاذة اللي ممكن يقولوا لك أو تقولي للأهل هذا الطفل لا يصلح لعملية الحساب الذهني؟ تمام. هلأ نحن برنامج الحساب الذهني هو برنامج بنستقبل الأطفال من عمر 4 سنوات. أربع سنوات ل16 سنة قابل الطفل أنه يأخذ ويتعلم هاي الآلية. ما منقول لطفل لا، لأنه نحن هاي شغلتنا، هاي نحن الأساس أنه ندرب وننمي نحن من الأطفال كلهم عندهم مهارة، بس هاي المهارة ما بتكون طالعه عند الطفل، نحن بدنا ننميها ونقويها ونخليها. يعني فينا نعتبرها مثل الفوتبول؟ طبعا طبعا. هلا انا بالسباحة تمام، انا بالبدايه عرفت لك اياها انه هي رياضه عقليه. يعني كثير انا بشرح للطلاب شو يعني رياضه عقليه، يعني خبروا انت قادر تلعب بالملعب، قادر تروح تسجل بالكاراتيه، قادر تعمل رياضه بدنيه، بس كيف نحن بنوصل في شيء اسمه رياضه عقليه بدماغنا؟ طبعا في شيء عن طريق الحساب الذهني، منوصل ومننمي خلايا العقل وخلايا الدماغ، يعني وبصير الطفل واصل لهالمهارة مثل ما شايفين أمير مثلا بموضوع الروبيك. قبل ما نرجع ننتقل مرة تانية لأمير، في مهارات تانية لازم تكون متوفرة للشخص أو الطفل يقدر أو يبدأ بمجال الحساب الذهني؟ هلق الطفل لما بفوت على مجال الحساب الذهني ما بيكون، بالعكس هو فايت بهذا المجال، نحن اللي نكتشف المهارات اللي عنده، ما بيكون في مبين عنده أي مهارة، نحن عم ننمي له هاي المهارة. ما في اختبارات بتكون كل الأطفال قابلين؟ قابلين، بس نحن برامجنا متنوعة بالحساب الذهني، يعني نحن عنا حساب ذهني، عنا روبيك، عنا الأمازينك الأصابع المدهشة، عنا يعني برامج متنوعة بالحساب الذهني، فنحن الطفل بنصير نحن من قلبه من برنامج لبرنامج بتبين مهارته. يعني هذا الطفل قابل انه ياخذ مكعبات، في اطفال كثير مثلا بنوقف انه مثل ما خبركم امير في المكعبات الى خوارزميات شوي صعبه شوي طويله شوي قصيره، مو كل الاطفال بتقدر تحلها، فنحن ببين معنا الطفل حسب المستوى كيف نحن ممكن يتجاوز هاي المهاره او ممكن بكير شوي عليه. نعم تمام. أمير خلينا نحكي، يمكن نرجع قبل سنتين وأول ما فتت على علمني، كيف بلشت؟ يعني هلأ المس نسرين كانت عم تقول أنه كل حدا له اتجاهات، ممكن العد على الأصابع وممكن بالمكعبات، أنت أي حبيت أكثر ولا جربت الكل؟ هلأ أنا جربت الحساب الذهني، جربت أنا أكثر من شغلة، فلقيتهم كلهم بيعطوا ذكاء للطفل وبيكسبوا مهارات كتير حلوة. ما شاء الله. أكيد نوجه تحية لوالدته، أهلا وسهلا فيكي. يعني كمان الأهل طبعاً لهم دور كتير كبير. كبير نحن كتير نحن بنشجع الأهالي وبنحكيهم، يعني فيها الأهل يتعلموا الحساب الذهني عن جد؟ طبعاً. هلأ هي ما على كبر في وقت أو عمر بيوقف؟ أنا بعطي أطفال وبخرج مدربين، أنا مدرب مدربين، فنحن بنعطي مدربين أنك تأخذ شهادة مصدقة من مؤسسة تعلمني، بتقدر من هاي الشهادة أنك خلاص هاي فرصة عمل
لك بتصير اسمك مدرب اطفال، مدرب طفل. فطبعا احنا في قسم كبير من الاهالي انه هني ما بدهم يشتغلوا بالحساب، بس هني عملوا الدوره لحتى يعرفوا، صار عندهم فضول يعرفوا شو هو الحساب الذهني، كيف نحن نتعامل مع اطفالنا. بتنمي العقل كثير، بتنمي العقل الحساب الذهني للطفل وللكبير، خاصه هلا كثير نحن عم نسمع بموضوع الزهايمر. تمام. يعني هذا مرض العصر. اذا بقول لك بنحارب الزهايمر صدقيني يعني. خلينا هيك قبل ما نختم ما نحكي عن امير، يعني حكينا هلا هو بطل الجمهوريه 49 ثانيه، بعدين في مستويات ثانيه اصعب بتكون عالميا بموضوع الحساب الذهني؟ تمام. هلا نحن السنه شاركنا بالمسابقه، نحن كل سنه بنشارك بالمسابقات ونشكر الله بيكون لنا حصه من الفوز، بس السنه كثير كان لنا حصه كبيره انه اخذنا لقب بطل الجمهوريه العربيه السوريه، وهلا تاهلنا للعالميه بالشهر الرابع بدنا نطلع مسابقات عالميه على مستوى العالم. طبعا موضوع الحساب الذهني ما بيوقف هون، يعني نحن دائما وين في شيء تنميه مهارات نحن بالبدايه، وين في شيء هيك يفيد اطفالنا نحن بالبدايه، مستمرين باذن الله. اكيد نحن اكيد بدنا نقول لامير انه نحن كثير مبسوطين وفخورين فيك وناطرينك كل سنه تفوز وتحصل على مراتب اولى عالميا، اكيد ان شاء الله يا رب ونشوفك دائما بهذا التفوق. شكرا. اسمحوا لي اتشكركم واتشكر مؤسسه تعلمني العالميه الداعمه دائما لنا كمدربين كاطفال. اتشكر من خلال برنامجكم الانسي رفيده مكي والانسي سميه مكي، دائما متابعيننا نحن كمدربين لنقدر نحن نوصل الطفل لخط التوازن. دائما هي جمله كثير نحن بنحكي فيها انه وصلنا الطفل لخط التوازن، يعني للمهاره العاليه، لتحصيل دراسي كبير، لثقه بالنفس، لشده انتباه باذن الله. اكيد بدنا نوجه لهم التحيه بدورنا، بدنا نشكركم كثير لوجودكم لو معنا ولكل هاي المساحه اللطيفه يلي كنتوا معنا فيها. شكرا كثير لكم. شكرا.